علي الشريف، ما قصة هذه التصاريح المزورة بالخروج، وما التدابير الجديدة التي أعلن عنها في البيانات الرسمية اليوم؟ نعم يوسف، الأسبوع الماضي كان هناك تجديد لعملية التصاريح في المملكة العربية السعودية، وجعلها من جهة واحدة هي وزارة الداخلية، هي من تتولى إعطاء التصاريح لكافة الجهات المستثنى. ما حصل في موضوع التصاريح المزورة، كان هناك شخص ادعى عمل تصاريح، زور هذه التصاريح لذا، وكان هناك تعامل من قبل رجال الأمن مع هذه، نصبوا له كمين بحيث أعطى عدد من الأسماء الوهمية. وسؤاله عن هذه التصاريح، كان هناك رقم خيالي وضع هذا الشخص المزور، قيمة التصريح الواحد يصل إلى 3000 ريال، تم الإيقاع به في الكمين كما ذكرت قبل قليل، تم الإيقاع به من قبل رجال الأمن وتم إحالته للسجن، وسوف يتم متابعة قضية من قبل النيابة العامة والإجراءات الأخرى القضائية. نعم، بالرجوع إلى الأرقام، هناك ارتفاع كبير في عدد الأرقام. اليوم سجلنا 762 حالة إصابة، أوعزت وزارة الصحة إلى الارتفاع في هذه الأعداد إلى عدد من الأسباب، من ضمنها الأحياء المكتظة وكذلك إسكانات العمال التي كانت تشهد كثافة عالية من حيث الطاقة الاستيعابية لهذه الإسكانات، وأيضا عدم التقيد بالإجراءات الصحية منذ بداية الأزمة. كذلك هناك أيضا السبب الآخر، هو المخالطة الاجتماعية. اليومين الأسابيع الماضية شهدنا تكثيف عالي جدا في مواضيع منع التجول، أكثر من 9 قرارات كانت على منع التجول. اليوم أيضا هناك تم إضافة محافظتين جديدة وهي الدائر وصامتة إلى قائمة منع التجول، وأيضا منع التجول والتنقل داخل المحافظة. كذلك قصرت التنقل في أضيق نطاق، أضيق نطاق تعني الخروج للحالات الضرورية فقط.